واحد ايس كريم. واحد شوكليت. جيتي بسرعة. جيتي بسرعة. عجلنا. والله ما توقعتك تيجي بسرعة لاني انا كنت محضر لك مفاجأة كتير حلوة. شو هي؟ شو عامل؟ ما عامل شيء. كنت رح اتخبى هون اوكي؟ وانت نازلة اجيب مكنسة؟ ماشي؟ لا. هو طفي الضوء كلهم وانت نازلة حرك لك اياها قدامك. لا بجد عملتها. افتحي برا برد. ما والله عن جد برا برد. قول انا اسف 10 مرات. تلجت انا اسف 50 مرة. لا 10 مرات. 10 مرات طيب اوكي يلا. يلا قول انا اسف. انا قلت لك انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. لا 10 مرات. انا اسف والله. 10 مرات. انا رايح. ليش فتحت الباب؟ كلمة انا رايح شو بتعمل؟ شو بتشتغل؟ حعمل لك جو رومانسي للافلام. نشوف فيلم موفي نايت. يلا جاي على بالي اتفرج على فيلم رعب. والله انا صار زمان ما تفرجنا ما تعبنا. لا بحياه الله مسلسل كوري لا كوري لا جد لا. شو عم بتدرب على اغنيه؟ لا انه انا حاطط شو اسمه فلاش انه شو صار انا استغربت انه ليش هيك ضويتي. كوري لا اوكي حبيبي قلنا فيلم اتفقنا على فيلم صح وكان رعب. شو انت نورك كافي والله بعرف والله العظيم. ما بدك كوري؟ لا كوري لا مشان الله. طيب خلاص حط لنا مسلسل فيلم عالي بس من المسلسل. فيلم شو رايك في فيلم زومبي؟ ايه كثير حلو تفرج عليه. زومبي؟ ايه موضة قديمة صح؟ اللي فامباير كمان مصاص دماء عن جد ما شفناها ذاك المرة ما عاد في افلام جديدة. شوف انا لا بحب الزومبي ولا مصاصين دماء فلاقينا شيء ثاني خلاص يعني الفكرة صارت متكررة وزيادة على فكرة يا جماعة نحن ختمنا كل الأفلام الموجودة على نتفليكس يعني على أساس إنه هن عندهم أفلام كتيرة. شو داخلين أنا وشاهد على المطبخ عم نفتل بالمطبخ. تنن تنن حزور صوت شو هذا غسالة كل هاد ميلودي وهي أنت عم تصور ونص خلصان كان بعد ما خلص غسيل شو انه على اساس انه شو انه خلص الغسالة وقفت نص ساعة ما بعرف مين ملحنها. اوكي شو بعدين شو رح نعمل انت شو بعدين عم نفتل انا وشاد بس هيك بالمطبخ يمين شمال هي بتفتح الخزانة هاي انا بفتح البراد. طيب شو بعدين هي بتفتح البراد انا بفتح الخزانة هاي. شو جاي عبالي اكل اكل يعني يومي طيب لذيذ مو هيك اي شيء يعني مثل شو ليش هيك عم ضحك مثل شو انه يامي اوكي فهمت كلها بنحب اليامي مثلا هيك شيء مو بيض وهي الاشياء وجبنه لك انت بتحب هاي الكلاسه كثير بتعرفي شو عم بفكر خلص بلا ما ناكل والله اريح احسن شيء عن جد بتحكي بدك تنام انت وجماعه هلا رح تنام لاني موضوع انه التفكير انه واحد شو رح ياكل او شو لازم ياكل كثير صعب. طب خلص انا حظبطك ظبطيني اصبعتي كانت عجبتك تثبيتها ما ضبطتها بحياتك فول لا 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 فول لا فول خلاص دايما بدك طيب فول طيب لا انا ما بيهمني انا مش ما انا اكل كمان ما راح اقدر مرتك فول بتعرفني انا راح يعني كل ما بيحتار سيمان فول وكل ما بقول لك هذا الخيار ما بتعمل لا قولي لا يعني صلنا كم شهر 5 اشهر ما ناكلين فول ولا دايقينه ولا جايبينه على البيت والله مو حياة هاي ايه شو كمان انت طالع اوكي خلاص بالاخير شو قررنا؟ قررنا ناكل حواضر بيض وتوابعه ومرتديلا ولبنه لو ما مفكرين مو احسن جبنه وشو كمان؟ مكدوس هلا نحن صرنا ساعة بالمطبخ كنا عم نفكر ناكل اشياء تانية غير هالاشياء عم بحط انا مستمرة جيك 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 اي ساتسة انا لا خمسة بكفي صح؟ لا ستة باكل ستة بتاكل؟ ايه على فكرة انا بعمل الكمية مشان سيامان ما تفكر انه انه هي ما بتاكلها لا انا ما باكلها لا البيض كله ما بتاكله اصلا انا ماكسيموم باكل بيضتين انت عادتيهم ايه حط
يلا السادسة؟ خلاص لا تحطي إذا مو بخاطرك. أنت جوعان ولا لا؟ حسب أنت قررت. يعني خلص لا لا خلص لأني في شغلات تانية. طريقتي بالبيض كتير سبيشل. أنت سبيشل. خلص من هون في عندي شيء اسمه زوم. ماشي أول شيء بحط ملح. وبعدين بحطه على النار. ولازم أقليه بزيت الزيتون ما بقليه بزيت العادي. وبضل أعمل هيك. لحتى يصير بيض لحتى نعبي الدنيا لحتى نطرش الغاز هون والحيطان لا 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 عن جد وما بخليه يستوي كتير بضل هيك اخلط فيه على السريع يعني شوفوا هيك بسرعة كتير انا بفرجيكم هيك يكون جوسي كريمي البيض شبابي انا هيك بحبه المرق الثاني اللي هيك بيكون ناشف مثل اسفنج هاي ما بحبه هلا انت مو مرة قلتي لي بتحبي طريقتي بشو اسمه بقليل البيض كمان بحبه كمان بس هي انا بحبه اكثر شكله بيشهي شوف 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 عبينا المكان شايف شايف والله شايف شوف بشيله من النار وبرجعه بضل اشيله وارجع لبين ما احس انه خلص هيك استواءها بس بدي اسالك سؤال حبيبي شو انه انت بجد هيك بتعمليه الحقيقه يعني مثلا طبعا كشو عم بمثل بشوفك بتعملي الحركات كلها لما بتقلي البيض اوكي بيطلع نفس النتيجه بس انه من والله برفع وبشيل يعني انت بتراقب بدون هيك خطوات يعني بعدين شو بعمل؟ للتقديم الخطوة الأخيرة ليش ما تحطي فوق شو اسمه؟ فلفل أسود اسمع من الحتين يعني سبحان الله سبحان الله بتقرأ أفكاري شوف كيف شكله جوسي بعدين هاي اللمسة الأخيرة تدا بتعرفي أنت دايما بتغلطي وشو بتعملي بتساوي البيض أول شيء بعرف لابين ما تحضري أشياء تانية شو البيض ببرد هاي شو؟ مقدوس ما بعرف شو صايرة أحبه يعني صايرة يا جماعة خبر صار شهد صايرة شو بتاكل مقدوس بدها زلغوطة حط بس اثنين واحدة إلي واحدة لك أوكي؟ تشتغل شيء؟ لا أنا كل يوم بفيق الساعة 6 الصبح باكل لي 3 4 وبرجع بنام شو عم تشمي؟ كأنه محمضة ما تحط هيك شم محمضة خالصة طب شم ما بدي أشم يعني حبيبي ليش رح تشمميني؟ رح احط لك من هاي اللي انت بتحبها ريحتها وصلت لهون ما في داعي اشم والله هدول طيبين هدول بحبهم كثير على فكره انا روح قلبي هيك اشياء انه لبنه ومقدوس وهي بس على فكره بيبي بتعرفي شو؟ المقدوس هذا مو طيب اوكي؟ كل ما بجيب انا نوع من انواع المقدوس بطلع مو طيب بنصدم بناكل يعني من اوكي بعرف كل شيء بناكل حبيبي حتى هذا اللبن هيك كميه منيحه لك انا ما بحبها اي حاجه بكفي الساعة كم عنا يا جماعة؟ الساعة 1 إلا 5 شو رح نتعشى أنا وشهد؟ حبيبي وبعدين بالأخير شو بقول ما اخترت لنا فيلم روح شوف ناكل أول شيء بعدين فيلم لا مع بعض ولا لا ما لنا نفس لأنه فيلم رعب بيكون ناكل أول شيء والله أول شيء ناكل بعدين شو رأيك؟ بدك هذا بتعرفي شيء؟ بتعرفي شهد الساعة؟ لا الساعة 1 تقريبا ورح نتعشى هلا عادي لا شهد كتير يعني كتير كتير مانا مهتمة بهيك قصص يعني كانت من قبل جنني بهيك مواضيع انه ما بتاكل اخر الليل وما بعرف شو هالرق ليش هيك انا ليش ما بيهمني شو السبب شو صار تسمين او لا لا بجد شو صار مرتدلة كمان اكتر شي بكره يا جماعة انه شو ادور على فيلم لاني ختمنا الافلام الحلوة موجودة هون على نتفليكس هذا شفناه الممثل مش زيادة وفكرة فيلم حلو بس التنفيذ كان ما حلو بسم الله يس بابي مستحيل ألاقي فيلم حلو أوكي روح عن خانة الرعب مكتوب ما جد ما بحبها الرعب راح تخافي وتعملي حركات انت هاي ها لا شفناه كمان تافه ولا تعرفي شو حاطينه توب 10 تفرجي على السنافر شايفتي بتشوف افلام من وراي انت امتى بتشوفيهم انا شايفه كل الافلام الكرتون العالم بس امتى هذا جديد لسه هلا نزل لا 2019 هذا انا شوي متاخر وقديم
طيب اوكي خلصت السفره yes. وشو انا لحد الان شوفي لحد الان ما لقيت فيلم. شو هالفيلم بيبي؟ عيون و... انا بين لا بيخوف كثير. مو انت بدك هيك افلام؟ لا مو هيك يعني انه جن وما بعرف شو. افصل لك فيلم على كيفك رعب حبيبي؟ ما بتفصل والله. ما هيك ثواني احكي مع المخرج اوكي الاقي لك فيلم يناسب افكارك انت ويكون رعب. ما في حبيبي ما بلاقي الرعب هيك راح يكون اوكي. لا انا غيرت رايي فينا نشيل. صار جد الموضوع ما بعرف هذا شو بيعمل. شايفتي انت في لعبه بيكون فيها شيء داخل فيها يعني ويصير اشياء خطيره. شايفتي للفيلم؟ شايفته هذا هذا مقاطع منه. اي مقاطع منه شايفه. ما عم تعمل يا بو؟ لا شو مطالع هاي لهون؟ ها انزلي يلا هاتي هاتي اساعدك يلا هاتي. هي مفكره راسها هلا. ماما لا راسك كبيره صغيره. هي صغيره يا عمري. شيلي ايدك شيلي ايدك شيلي ايدك. حطي هاي يلا. قولي لها ماما I love you. يلا قولي I love you. لا لا اللابتوب راح. اوكي هاتي امسك لك. هلا هي مفكرة انه لحالها واقفة. ميرا يلا يلا ميرا I love you. لا ما بيصير نو no. يلا انزلي يلا انزلي رح يكسروا لي المطبخ. ليش عم تجمع يا حبيبي؟ ما خصني عمري. انت كمان عم تلعب مع ابو شوي. انا ما عم بلعب. وكمان لوكوي ودي هيك وهيك. ليش هيك شعرك كيوت؟ ها؟ كلياتها كيوت وبشعراتها. شو هالضحكة؟ يلا خلص يا بابا يلا. يلا احكي تليفون يلا خدي احكي تليفون. احكي تليفون يلا. افتح يلا. افتح لانه بدها تدق الارقام بعدين تعرفت. ثواني. شلون بيطلعوا الارقام؟ ثواني. يلا يلا احكي. سمعتي الالو تبعه؟ مو الو ها نو. يلا ميرا اجين. يلا اجين ميرا حبيبي. شو عملتي هاتي هاتي هاتي؟ حدق على العالم. دقت لمين الله اعلم. ثواني. يلا. يلا. شو عم تعملي يا بابا؟ يلا. هنو يلا قولي بدي بيتزا. بيتزا يلا وصي بيتزا حبيبي يلا وصي بيتزا. قولي هلو بدي واحد بيتزا. بيتزا واحد باستا. باستا اوكي واحد سوب. باي خلصت الاوردر. يلا ما طلبتي واحد سوب. اجين سي واحد سوب. يلا سي هلو. نعمل وين دقيت هاي؟ اوكي خلاص يلا 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 اجين. يلا سي هلو ميرا. يلا قولي هلو. هلو سي واحد بيتزا. تيتو تيتو واحد ايس كريم. ايس كريم واحد شوكليت. واحد كيندي. بوزك كيندي. يس خلاص. واحد سوب. اوبيو ابي ايس كريم. واحد سوب. ابي ابي بول. باي باي.
الخط. مامي. حبيبي انا مو مامي انا بابي. مامي. ميرا احيانا بتصرخ لي مامي وبتصرخ لشاد بابي. ماما. بابا. انا مو ماما قولي بابا. بابا كيف ريموت؟ يلا. هذا مو ريموت حبيبي هذا تليفون. هاي فكرته. فكرته ريموت. ماما لا هذا فون مو ريموت. Hello. 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 Oli, I love you, Baba. Yalla. Oli, I love you, Baba. خلاص ما عاد فينا ناخذ التليفون منه اصلا. هلا راح يجيك اتصالات من العالم. شو السبب دقيتي لنا؟ ليش دقيتي لنا واختفيتي فجأة؟